تحددت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عام 2000، هذا القول الراجح، وأنها يوم الاثنين، نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد يوم الاثنين، واختلف في يوم الولادة أي يوم من الشهر، الأول، اليوم الأول، الثاني، العاشر، الثاني عشر، التاسع عشر، كذا كذا، أقوال عدة. هذا الاختلاف ولله الحمد آية من آيات الله جل وعلا، وهو أعظم رد على المبتدعة الغلاة الذين أخذوا بطريقة النصارى في الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمونهم، فجعل الله عز وجل سعيهم على رؤوسهم، صاروا يحتفلون بيوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم فرحون بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوفاة النبي صلى الله عليه وسلم محققة يوم 12 من ربيع، وليس تحديد يوم المولد من أي يوم من الشهر ليس معلوما، فصارت حماقة يعني، حتى أنهم ما حققوا التاريخ ولا اهتموا بتحقيقه بالتحري لبدعتهم يعني.